منى، كأنني سمعت صوتا. من المؤكد أن العم نادر سيأتي بهدية نجاحنا المتفوق في المدرسة كعادته. هل ترين شيئا يا منى؟ عاصم، منى. منى وعاصم من أسرة معروفة في البلدة، نجحا في امتحانات نهاية الفصل الأول بتفوق، فتلقيا من الأهل والمعارف الكثير من الهدايا. منى، انظري إلى هذا الحصان، إنه رائع جدا. كان بين الهدايا سيوف وجنود وخيول، وكان هناك أيضا. ما هذه اللعبة؟ تقصدين هذه، أليس كذلك؟ إنها لعبة كسارة البندق يا عزيزتي. ما الفائدة من كسارة البندق؟ إنها هديتي لك، والآن انظري إليها جيدا. عمي نادر، لم أكن أتوقع أن تكون أسنان كسارة البندق قوية بهذا الشكل. أعجبت منى بلعبة كسارة البندق أكثر من كل الهدايا. دعيها تحاول. وجهها قبيح. وهذه يجب أن أنظفها. جيد جدا، سأكرر العملية مرة أخرى. هذا ممتع جدا. عاصم، هذا يكفي. ليس بعد، يجب تنظيفها دائما. صارت لا فائدة منها، خذيها. لماذا تبكين؟ لم يحضرها العم نادر لك وحدك. أنا آسفة يا كسارة البندق، سأطلب إلى عمي نادر أن يعالج جرحك، لا شك أنه سيفعل ذلك من أجلي. اسكت واحد، اسكت اثنان، اسكت يا رأس الفئران، يا رأس الفئران اسكت. اسكت واحد، اسكت اثنان، اسكت يا رأس الفئران. 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 هيا يا منى، غني معي أغنية رأس الفئران القديمة، إذا كنت لا تعرفينها سأعلمك اللحن وكلماتها. هيا بسرعة بسرعة بسرعة. اسكت واحد، اسكت اثنان، اسكت يا رأس الفئران. اسكت واحد، اسكت اثنان، اسكت يا رأس الفئران. من عمي نادر؟ أيها الجنود، بدأت المعركة. هذا لعبة كسارة البندق، ستكون معركة قاسية، لنهاجم معا. هيا.
استيقظت يا ابنتي؟ ها؟ أمي؟ عندما فتحت منى عينيها وجدت نفسها في الفراش. أمي، رأس الفئران، وهل لعبة كسارة البندق بخير؟ لعبة كسارة البندق؟ وجدتك نائمة في غرفة الجلوس، جرحت بزجاج مكسور. ها؟ ها؟ لقد تذكرت، كان كثير من الجنود مع كسارة البندق وكذلك الفئران. منى، ها؟ ربما كنت تحلمين حلما أبطاله الألعاب التي تعرفينها، ولذلك بعثرتها في الغرفة يا ابنتي. أبي، أرجوك لا تتحركي يا ابنتي. حاولت منى جاهدة أن تروي ما حدث معها في الليلة الماضية، ولكن الأب والأم لم يتركا لها المجال. ومضت عدة أيام. منى، شكرا جزيلا لك، لكن هناك كثير من الأشياء التي أريد أن أفعلها من أجلك. ها؟ ها؟ هل أنت بخير؟ ها؟ شكرا يا عم نادر، لأنك أصلحت لعبة كسارة البندق الغالية على قلبي. تفضلي. ها؟ شكرا لك. ها، لكن اشرح لي، لماذا كنت تركب على الساعة في ليلة المعركة القاسية مع رأس الفئران؟ لا تشغل بالك سيد نادر، فقد حلمت منى حلما غريبا. لم يكن حلما. أتعرفين يا ابنتي حكاية كسارة البندق والأنسة براء مع أمي الفئران وماذا حدث لها بعد ذلك؟ سأحكيها لك يا صغيرتي. بدأ العم نادر يحكي حكاية لمنى الصغيرة، وكانت تستمع بإصغاء شديد. في بلدة بعيدة كانت هناك فتاة جميلة جدا اسمها براء. كانت تنام ذات ليلة في فراشها بأمان، فظهرت الشريرة أم الفئران التي كانت تحسد براء على جمالها. شوهت وجهها وجعلته قبيحا جدا، لا ينظر أحد إليه إلا أصيب بالخوف. وبذلك انتقمت الشريرة أم الفئران من جمال براء ابنة الحاكم. فوقع الحاكم في حيرة من أمره، فدعا الحاكم صانع الساعات واسمه نادر لأنه كان رجلا يتقن العلوم، وطلب إليه أن يعيد ابنته براء كما كانت وإلا عاقبه. فكر السيد نادر كثيرا، وأخيرا أعلمه رجل خبير بطريقة تعيد إلى براء جمالها كما كان سابقا. كانت الطريقة صعبة بعض الشيء، يجب أن تأكل براء حبة بندق قاسية على شرط أن يأتي شاب لم يحلق شعره نهائيا ولم يلبس حذاء في قدمه من قبل، ويواجه براء وهو مغلق عينيه فيكسر حبة البندق، ثم يرجع 7 خطوات إلى الخلف من دون أن يسقط على الأرض. قرر نادر أن يسافر في أنحاء العالم بحثا عن ذلك الشخص، ودام سفره 15 عاما. وأخيرا استطاع أن يعثر على حبة بندق قاسية وشاب يتمتع بتلك الصفات. والغريب في الأمر أن هذا الشاب كان ابن أخ لنادر واسمه حسان.
عندها قال الحاكم: إذا استطاع حسان أن يعيد براء كما كانت سيزوجه بها. وهنا تدخلت أم الفئران الشريرة مرة أخرى، أرادت أن يتعثر حسان ويخفق في مهمته حتى ولو وقع فوقها وماتت. لقد تحولت إلى لعبة كسارة بندق يا حسان، لكن ذلك لن يشفي غليلي. يوما ما سيظهر ابني رأس الفئران الذي يرتدي سبعة تيجان ويقضي عليك. صار الشاب حسان لعبة كسارة بندق قبيحة، والأدهى أن انتقام الشريرة أم الفئران سيبقى يلاحقه. أخرج لعبة كسارة البندق القبيحة من القصر، لا أريد أن أراها. لم تكن براء فتاة لطيفة عندما قالت ذلك عن كسارة البندق. أتظنين ذلك؟ هذا واضح جدا يا عمي. انتهت قصة براء وكسارة البندق، والآن يجب أن تنامي. إذن فأنت حسان ابن أخي السيد نادر، أليس كذلك؟ ها؟ ورأس الفئران الذي يريد القضاء عليك هو ابن الشريرة أم الفئران. سأحاول كل جهدي كي تعود إنسانا كما كنت سابقا، فاطمئن. منى، أعطيني سكاكر مطعمة بالسمسم وبعض الكعك، وإلا قضيت على لعبة كسارة البندق. وأعدت منى السكاكر المطعمة بالسمسم والكعك كما طلب رأس الفئران. أكلوا كل شيء. وعندما جاء المساء، أعطيني جميع لعبك المصنوعة من السكاكر، وإلا قضيت على لعبة كسارة البندق، وقد أقضي عليك أيضا إن لم تفعلي ذلك في الصباح، فهمتي؟ ماذا أفعل من أجلك يا حسان؟ وجاء الليل مرة ثانية. هيا أعطيني جميع كتبك ودفاترك أيضا وشهادات التفوق، وإلا قضيت على لعبة كسارة البندق وجعلتها حطاما. حسان، ماذا أفعل؟ إذا أعطيته كتبي ودفاتري المدرسية وشهادات التفوق فلن يبقى عندي أي شيء، وإذا لم يبقى شيء يطلبه رأس الفئران فلن أستطيع تنفيذ أي طلب آخر، وبعد ذلك سيقضي علي وعليك. أنا خائفة جدا، أرجوك قل لي، تكلم، ماذا سأفعل؟ ها؟ اسمعي يا منى، لا تعطيه شيئا أبدا، ولكن ضعي في يدي سيفا قاطعا. نعم، سيفا قاطعا يا منى، لا تترددي ولا تخافي، أعطيني سيفا فقط. هل تريد حمايتي بسيفك حقا يا حسان؟ بعد أن قالت لعبة كسارة البندق تلك الكلمات القليلة صمتت ولم تعد تنطق بشيء آخر. أخذت منى من عاصم السيف القاطع ووضعته في يد حسان. وجاء الليل مرة أخرى. Ha 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 ha!
أشكرك من كل قلبي لأنك ساعدتني على الخروج من شكل كسارة البندق القبيحة إلى شكلي السابق. لقد كنت وفية حينما أعطيتني سيفا قاطعا أقضي به على رأس الفئران الشرير الذي أراد القضاء علي وعليك وعلى كل من يحمل في صدره قلبا طيبا. شكرا لك، أرجو أن تقبلي هديتي هذه. قدم حسان التيجان السبعة هدية إلى الفتاة منى، وكان ذلك رمزا للانتصار. والآن يا منى، إذا دعوتك لزيارة بلادي الجميلة فهل تقبلين ذلك؟ نعم. إذن هيا بنا. أين نحن؟ نحن في بلادي، بلادي التي تسمى بلاد السكر العجيبة. بلاد السكر؟ تفضلي. دخلت منى مع حسان إلى بلاد الأحلام، وكان كل شيء فيها على شكل حلوى. ها؟ أجل منى، شكرا لك. ها؟ سنلتقي من جديد يا منى. ها؟ ها؟ حلم؟ أكان ذلك حلما؟ منى، إلى متى ستبقين نائمة؟ هيا انهضي وسلمي على عمك نادر وابن أخيه، إنهما عندنا اليوم. ها؟ حسان؟ ها؟ أهلا بك يا آنسة منى، أتقبلين بالسفر معنا؟ نعم. وعادت منى من جديد إلى بلاد السكر وأرض الأحلام. الأحلام جميلة يا أطفال، وعلينا أن نفعل الخير دائما ونحمل في صدورنا قلوبا طيبة تحب الجميع، كي تبتعد عنا الأحلام المزعجة ويحبنا جميع الناس. حسان انتبه على منى.